بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح كورس جديد، برنامج جديد، Illustrator CC 2018. Illustrator من مجموعة أدبي. مجموعة أدبي أنا شرحت منها عندكم في القناة في بريمير 2018، في أفتر إفكتس 2017، في الفوتوشوب. دول الثلاث برامج تبع أدبي، وهنشرح النهاردة برنامج Illustrator. برنامج الإليستريتور من البرامج المطلوبة جدا في العمل. يعني أنا مقدرش أروح أقدم في عمل وما أكونش ملمة، وخصوصا الجرافيك، ما أكونش ملمة بالفوتوشوب والإليستريتور. البرنامجين دول مهمين جدا ومطلوبين جدا في سوق العمل، فلازم أكون أنا ملمة بيهم. أنا طبعا اترددت في الأول إن أنا كنت هكمل في برامج المونتاج، وبعدين فضلت ان احنا نكمل في مجموعة ادبي، لان مجموعة ادبي هي المجموعة الاقوى دلوقتي في البرامج، وانها دايما بتتطور بتطور للاحسن وبتساعدنا في الشغل. فالنهاردة ان شاء الله هنبتدي كورس الاليستريتور. زي ما احنا شايفين على الشاشة دي الايقونة بتاعت البرنامج. طبعا تحميل البرنامج بنحمله من الموقع الرئيسي لموقع ادبي، بنحمل الاليستريتور. طبعا كراك او كراك التحميل ممكن تجيبوه من اي فيديو من على النت، لان طبعا هنا غير مسموح في قناه اليوتيوب ان احنا نحط الكراك اسفل الفيديو، لان ممكن ده يغلق لي القناه بتاعتي. هنبتدي مع بعض. ادي الاليستريتور، ادي الايقونه بتاعته، هندوس عليها. ادي الشكل الجديد للاليستريتور 2018. اتفتح معايا البرنامج زي ما احنا شايفين كده، ودي الواجهه الاولى اللي احنا بيظهر لنا في البرنامج. هنتعرف على الواجهه دي وازاي ان احنا نعرف نفتح ملف جديد، وازاي ان احنا نفتح ملفات مثلا موجوده قديمه. هنعرف الحاجات دي بتتعمل ازاي. اول حاجه انا عندي عشان افتح ملف جديد، ممكن من هنا اقول له فايل نيو وبفتح ملف جديد، او من هنا كرييت نيو واوبن لو فايل انا كنت شغال عليه. هنا ريسنت بيديني اخر فايلات انا اشتغلت عليها. ريسنت هنا دي اخر فايلات انا اشتغلت عليها، ومبينها لي زي ما احنا شايفين كده. فاحنا لو احنا هنا كده دوسنا على كرييت نيو، هيتفتح لي واجهه تانية زي ما احنا شايفين. الواجهه دي اللي ايه اتفتحت لي، زي ما انا قلت ان ريسنت دي فايلات اللي هي الفايلات اخر ملفات اتفتحت او اخر فايلات اتفتحت. وهنا بيديني A4 المقاسات بتاعت اي فايل انا بختاره موجودة عندي هنا تحت. طيب بعد كده سيفد لو انا عايزة استفيد من مقاس معين انا جربته قبل كده، والمقاس ده انا محتاجاه في شغل تاني، مقاس فايل جديد، فبسيفه وبستفيد منه بعد كده. موبايل، الموبايل هنا المقصود بيه الحاجات اللي هي الخاصة بمقاسات الموبايل. يعني انا باجي اعمل شغل على الموبايل فبختار مقاس الموبايل، ففي الايفون، في الايفون 6، ايفون 6 بلس، ايباد، الحاجات دي اللي هي مقاسات الموبايل. فانا هنا بختار لو انا هشتغل تصميم الموبايل فبختار من الحاجات دي. لو احنا نزلنا هنا كده تحت هنلاقي في حاجة اسمها تامبليتس، ودي حاجات جاهزة ممكن ان انا اعدل فيها. يعني مثلا لو دوست على كده هيديني هنا في الجنب اللي احنا شايفينه ده كل المعلومات عن التامبلت دي، وبعدين ممكن انا اقول له سي بريفيو يوريني التامبلت دي شكلها ايه. اهي خلاص انا وافقت عليها وقلت ان انا عايزة التامبلت دي، بيعمل داونلود وبيعمل لي داونلود وبتفتح لي على البرنامج. هروح هنا تاني باك، يبقى احنا عندنا هنا في تامبلتس موجوده ممكن ان انا استخدمها، بيديهاني فري في البرنامج. بعد كده فيها حاجه عندي اسمها الويب، دي خاصه بالناس اللي بتعمل تصميمات للويب. عندي برضو بيديني المقاسات حسب ما انا عايزه، المقاس اللي انا عايزاه بدوس عليه وبفتحه. لو انا هشتغل من اول وجديد مش محتاجه تامبلت، لكن لو في تامبلتس موجوده اهي بيديني برضو هنا تامبلتس فري ممكن ان انا اشتغل عليها، وبرده نفس الكلام ان انا بدوس على التامبلتس ولو عايز اشوفها ولو اخترتها بقول له داونلود، نفس القصه اللي موجوده في الموبايل.
البرنت عندنا بعد الويب فيه برنت. البرنت اللي هو مقاسات، لو بصنا هنا كده المقاسات الورق عندنا A4 ليجل، اللي هي المقاسات اللي هي بتبقى بالمتر او بالسنتي او بالملي. وفي عندي برضو هنا تمبلتس موجودة ممكن ان انا استخدمها. في بعدها فيلم اند فيديو، وده خاص بمقاس الفيلم والفيديو. وفي هنا مقاسات زي ما احنا شايفين هو حاططها لي، وعندي تمبلتس ممكن ان انا برضو اعدل فيها. ارت اند الستريشن نفس الحاجة، برضو مقاسات موجودة للارت وعندي تمبلتس موجودة. يبقى احنا هنا عرفنا الجزء اللي فوق ده بيتكلم عن ايه. طيب انا لما باجي مثلا لو دوست على برنت هنا او دوست على اي حاجة من الحاجات دي، بيطلع لي لو انا مثلا اخترت ايفون 6 مثلا، هنشوف هنا في الجزء اللي في الجنب المقاسات والاختيارات اللي انا ممكن اختارها عشان استخدم الفايل ده. فالاول هيديني الويت والهايت زي ما احنا شايفين كده بيدهوني، وطبعا عشان هنا انا مختارة الموبايل فهو هيكون الوحدة القياس عندي هنا بالبكسل. وعندي هنا انا في الاورينتيشن عايزة اعمله بالطول او بالعرض الشغل بتاعي، انا ممكن اهو بيتغير الويت والهايت ولا عايزاه بالعرض. وعندي الارت بوردز اللي هي لو انا عندي كذا تصميم لشركة معينة، عايزة مثلا لوجو، عايزة بيزنس كارد، عايزة كذا حاجة، فانا ممكن ان انا احط الحاجات دي كلها في ملف واحد، فده اللي اسمه عشان كده في هنا حاجة اسمها الارت بورد. معنى الارت بورد ان انا بحط شغل ليه مثلا لشركة او مؤسسة بحطه في مكان واحد، بجمع كل الشغل وبحطه في مكان واحد. هنيجي بعد كده في حاجة اسمها بليد. بليد اللي هي عندي بتبقى لازم يكون لما اجي اعمل التصميم لازم اترك مساحة حوالين التصميم ده اللي تكون مساحة فاضية. المساحة الفاضية دي عشان اما بيجي في الطباعة لو في اي خطأ في الطباعة ما يجيش ناحية التصميم نفسه، ممكن ان في الاصل الطباعة او الاصل بعد الطباعة ممكن ان هو يأثر على التصميم لو انا ما عملتش البليد دي. فبعمل مسافة حسب طبعا التصميم اللي انا بعمله في التوب والبوتوم والليفت والرايت حوالين التصميم، بختار المقاس اللي انا ممكن اسيبه كويس. بعد كده بقول له كرييت، ولو انا خلاص جهزت الفايل اللي انا هشتغل عليه. دي واجهة البرنامج هنشرحها على السريع لان احنا هتكلم معاكم على بعض الحاجات الجديدة المهمة اللي ظهرت في الاصدار الجديد اللي هو 2018. قبل ما هتكلم عن الجديد هتكلم عن واجهة البرنامج، لان احنا هنا طبعا نشرح لي البرنامج للمبتدئين زي ما انا قلت هنشرحه من البداية خالص، وعشان الكل يستوعب او المبتدئ يستوعب ايه هو البرنامج ويعرف فيه اراء البرنامج ازاي. فقراية البرنامج تبتدي من الواجهة. طيب انا عندي دي واجهة البرنامج. الواجهات بتاعت الادوبي تقريبا دلوقتي كلها بشكل واحد بتبقى غامقة زي ما احنا شايفين كده، ممكن احنا نغير اللون بتاعها ونفتحه وهنشوف ازاي. قبل ما اشوف كده هشرح لكم الواجهة. عندي الجزء اللي فوق ده اللي هو فيه فايل واديت واوبجكت وسيلكت، ده اللي هو المنيو بار. المنيو بار اللي هي فيها كل الاوامر الخاصة بالبرنامج، يعني عندي مثلا فايل فيها نيو فيها اوبن فيها سيف اديت الحاجات اللي انا بعدل في الاوامر، كل ما يخص البرنامج موجود في المنيو بار اللي موجودة فوق عندي هنا. في هنا في المنيو بار في ايقونات زي ما احنا شايفين، بي ار دي اللي هو بريدج، لو انا عايزه اروح ل اعرض الصور بتاعتي وانظمها على بريدج اللي هو برنامج بريدج او ادوب بريدج، بدوس عليها وبروح للادوب بريدج من الايقونه دي. هنا برضو ادوب ستوك ده اللي هو الموقع الرسمي ل ادوبي ستوك، وفي صور وفيديوهات ممكن ان انا استعين بيها. عندي دي ودي اللي مهمه، ارينج دوكيومنتس دي لو فتحتها من السهم اللي جنبها كده ممكن ان انا اخلي الشاشه لو انا فاتحه فايلين زي ما احنا شايفين فتح لي الفايلين بينهم لي بالشكل ده، ممكن اخليهم كده
ممكن لو اكتر من فايل بيقسمه لي طبعا ان انا عندي بس عشان فاتحه فايلين فاعمله لي كده. لو انا عايزه ارجع للفايل للشكل الاولاني ان انا عايزه فايل واحد هو اللي شغال بدوس كده. كويس. هنيجي عند الجزء اللي في الجنب هنا ده التولز، وطبعا ده الجزء المهم اللي فيه الادوات اللي انا بستخدمها كلها. فهنا عندي ده الجزء ده اللي هو التولز. الجزء اللي تحت المنيو بار اللي هو الفايلات اللي انا فاتحاها، فهو بيبين لي الفايلات اللي انا فاتحاها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. زي ما احنا شايفين ده الفايل وده فايل تاني، ممكن انا اقفلهم عن طريق الاكس اللي موجوده هنا لو عايز اقفل اي فايل. عندي هنا اسينشال، ودي لو انا عايزه اشتغل على لي اوت او بانتنج او اسينشال، الحاجات دي اللي انا بختارها او الويب بختارها من الجزئيه اللي موجوده عندي ومن السهم اللي موجود عندي هنا. اخر حاجه عندي هنا في الواجهه من الحاجات المهمه، طبعا احنا ايه في حاجات هتشرح بالتفصيل مع الشغل. هنيجي هنا في الجزء اللي في الجنب هنا، لو احنا فتحنا السهمين الصغيرين دول هيجيب لي الثلاث اوامر اللي موجودين اللي هي بروبرتيز لايرز لايبرز. بروبرتيز اللي انا لو انا دوست على اي من الادوات التولز اللي موجوده هنا مثلا كده، فهيديني ان انا ممكن اغير فيها الترانسفورم بتاعها مثلا، الفيل بتاعها، الستروك. فهنا بيتبان لي خصائص بتاعه اي من الادوات دي، وممكن ان انا اعدل فيها من هنا من بروبرتيز. طيب عندي بعد كده اللايرز، انا عندي كل حاجه برسمها بتبقى عباره عن لايرز، ممكن ان انا اغير اسمها واسمي كل لايرز لوحدها. وفي اللايبرريز حاجات اللي هي في المكتبه عندنا اللي احنا بنعملها. خلاص يبقى احنا كده الجزء ده عرفناه، ممكن احنا نقفل بالسهم كده ويظهر لنا تحت بعض ونختار واحده واحده بدل ما نختارهم كلهم. يبقى احنا كده خلصنا تقريبا الواجهه اللي عندنا. هنبتدي مع بعض نعرف اهم الحاجات اللي جديده اللي نزلت في الاصدار الاخير 2018. ايه هو الجديد في الستريتر 2018؟ هنتكلم زي ما قلت على اهم الحاجات. اول حاجه عندي في هنا اداه اللي هي بابت وورب تول. الاداه دي بتساعدنا على تحريك الرسومات او تعديلها، احرك اي جزء في الرسمه وان انا ممكن اعمل له دوران، ممكن اعمل له حركه، بيساعدني ان انا اعمل الحاجات دي بسهوله. ازاي؟ هاجي مثلا اعمل سيلكت على اهو الشخص ده كده واروح عند بابت وورب تول وادوس عليها. طبعا هنا بيديني ازاي ان احنا نشغلها او ازاي انها بتتعمل، ممكن انتوا تتفرجوا عليها لما تيجوا تفتحوا البرنامج عندكم. كويس. هنيجي نجربها زي ما انا دايسه كده. هاجي مثلا ادي هعمل ثلاث نقط كده وبعدين باجي اقف على النقطه نفسها واجي الف زي ما انا عايزه زي ما احنا شايفين اهو بالشكل ده. ممكن ان الفها كده، ممكن نجي عند النقطه الثانيه واجي احرك ده كده، ممكن ان انا اجي عند الراس هنا اعمل ثلاث نقط مثلا كده واجي من النقطه دي احرك الراس زي ما انا عايزه. شايفين اتحرك معايا ازاي؟ اجي احرك الرقبة هنا اهي، ممكن ان انا اعمل الحاجات دي زي ما احنا شايفين حركنا الرقبة وحركنا الرجل وحركنا الراس بسهولة. فدي بتساعدنا على تحريك الرسومات وتعديلها. ممكن ان انا حتى في الكتابة اعمل نفس الكلام ده، لو انا دوست عليها برضو او ادوس الاول على الكتابة اعمل لها سيلكت وبدوس عليها وبعمل مثلا هنا نقطتين كده وباجي احرك بالشكل ده كده. ممكن انا اطولها، ممكن ان انا احرك الكتابة كده اهو، لو زودت نقطة تانية هنا ممكن ان انا اطول حرف ال L كده، ممكن هنا كده احرك ال A زي ما احنا شايفين كده، ممكن انا اكبرها، ممكن انا احركها كده اهي
اغير في شكل الكتابة، وده بيسهل لي ان انا اعمل تحريك في اي جزء في الرسمة واعدل فيه زي ما انا عايزه. يبقى ده اول حاجه عندنا، اول امر في الجديد في الستريتور، وانا بعتبره من اهم الاوامر اللي نزلت على الستريتور 2018. تاني اضافه اضافت لي اصدار 2018، ودي اضافه مهمه جدا اللي بيعملوا تصميم موبايلات، ان انا ممكن اعدل على الارت بورد كلها مره واحده. لو في ارت بوردز موجوده ممكن ان انا اعدل عليها مره واحده. ازاي؟ بروح ادوس على الارت بورد اهو، و شيفت من الكيبورد، واعمل دراج اسحب اخد كل الارت بوردز الموجوده الدهاني كلها. ممكن بقى اعدل عليها، عندي هنا في الاين، ممكن ان انا اظبط المسافات ما بينهم زي ما احنا شايفين كده، ممكن ان انا اخليهم كلهم في مستوى واحد، ممكن ان انا اخليهم بالعرض زي ما احنا شايفين او بالطول، المهم ان انا بغير فيها. فده امر من الاوامر المهمه اللي اتضافت في الستريتور 2018. هنتكلم عن الاضافه الجديده اللي اتضافت كمان في الستريتور 2018 اللي هي الفاربل فونت، ودي بعمل اشكال متنوعه للكتابه او بغير فيها او بتحكم في الشكل بتاعها. طب ازاي؟ انا عندي الكتابه دي عملها سيلكت، هروح عندي كاركتر وبدوس السهم اللي موجود هنا، وبدور على الفونت اللي مكتوب جنبه VAR، هي دي الفاربل فونت اللي اتضافت عندنا، وبختار اي فونت فيهم مثلا الفونت ده كده، وباجي عند عشان اعمل تغييرات فيه بدوس على الثلاث نقط دول، وزي ما احنا شايفين عندي الاعدادات بتاعت الكتابه اللي احنا عارفينها التكست. ممكن ان انا اوسع اهو، لو انا جيت من السهم ده بختار اي رقم انا عايزاه زي ما احنا شايفين كده. في عندي variable font اللي احنا الجزء اللي احنا شايفينه ده بدوس عليه، فهيقول لي الويت والاوبتيكال سايز، ممكن انا اغير فيهم اهو شايفين الشكل ده، التغيير اللي حصل عندنا ان انا ممكن اغير في الكتابه واخليها كتابه اهي، ادي الفيربل فونت. تالت حاجه اللي هي بروبارتيز، واللي هي بتعرض لنا بس الحاجه اللي انا بدوس عليها اللي انا محتاجاها. يعني ازاي؟ انا مثلا دوست عملت سيلكت على الكتابه بس بالشكل ده، هيجي لي هنا خصائص الكتابه بس اللي انا محتاجاها من الكتابه، فهيجي لي الخصائص بتاعتها فقط، اللون، الستروك، الاوباستي، الحاجات الخاصه بالكتابه. لو دوست على الشخص ده هتتغير البروبارتيز هنا وتجي لي الخصائص الايه بتاعه الرسمه او الصوره اللي موجوده عندنا. يبقى هو هنا مش بيجيب لي كل الخصائص في البروبارتيز، لا بيجيب لي الخصائص الحاجه اللي انا بعمل عليها سيلكت بس. بكده انا خلصت الدرس النهارده. طبعا في حاجات تانية جديده نزلت على البرنامج هنقولها في الدروس اللي جايه واحده واحده. طولت عليكم النهارده بس كان لازم بالنسبه للمبتدئين لازم يعرفوا ايه شكل البرنامج وازاي ان هم يتعاملوا معاه، وايه الجديد اللي ظهر عندنا في النسخه او الاصدار الجديد اللي هو 2018. يا رب تكونوا استفدتوا من الدرس النهارده. لو عجبكم الدرس لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. انتظروني في الدروس القادمه، استودعكم الله عز وجل.